اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل اللي اتقالت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا، ونبتدي بالحساب الرسمي للاهرام على تويتر واللي بيتكلموا على ان كولر يطالب بسريه تدريبات الاهلي قبل موقعه الجمعه، المدرب يرفض الراحه قبل لقاء القلعه البيضاء وينتظر كوكا ورأفت خليل. طيب خليني اقول لكم بعض التفاصيل المهمه، حته سريه تدريبات الاهلي يا جماعه، الاهلي كتاب مفتوح للزمالك والزمالك كتاب مفتوح للاهلي، لكن اكيد كل مدير فني ممكن يكون عنده جوانب تكتيكيه مختلفه عايز يلعب بيها، او ربما مفاجات، او ربما بعض الجوانب يعني الفنيه والتكتيكيه اللي ممكن يفكر فيها بشكل مختلف في المباراه دي بالتحديد، خصوصا المباراه قويه جدا مع فريق نادي الزمالك، وارد. بس في كل الاحوال كده كده التدريبات بتعتبر سريه، يعني حتى لما بيبقى فيه تغطيه من قناه الاهلي او كلام من ده بيبقى ليك مده محدده، اللي هي المده اللي في الاول بيبقى فيها يعني احماء بسيط وكلام من ده، وبعد كده الراجل بيتفرغ تماما والامور بتبقى مغلقه لابعد حد يعني. فبالتالي ده اكيد هيحصل هناك في التدريبات اللي هتكون في ابو ظبي استعدادا لهذه المباراه. حته انتظار كوكا ورأفت خليل ده من خلال التنسيق طبعا مع الجهاز الفني للمنتخبنا الوطني الاولمبي، فهيكون متواجد كوكا، هيكون متواجد رأفت خليل، وايضا هيكون متواجد حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك مع الفريق في هذه المباراه، يمكن الزمالك محتاجه جدا عشان غياب الونش، الاهلي برضه محتاج كوكا بعد الغياب المحتمل لديانج، فكله بناء على التنسيق ما بين الاجهزه الفنيه للفرقتين مع منتخبنا الوطني الاولمبي. طيب اليوم السابع وحسابهم على تويتر بيتكلموا على ان كولر يدرس تغيير طريقه لعب الاهلي في السوبر المصري، كل شيء وارد، كل شيء وارد، ممكن تلاقي كولر فجاه بشكل اصلا جديد واسلوب لعب مختلف وطريقه جديده اصلا، احنا يعني متعودين مع كولر بيلعب الراجل من ساعه ما جه 4-2-3-1، هل ممكن نتفاجئ بحاجه ثانيه؟ وارد جدا، كل شيء وارد، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في الماتشات اللي زي دي وازاي كل مدير فني بيفكر في هذه المباراه. المؤكد ان في مدربين كبار للاهلي كولر، للزمالك فريرا، فهنتمتع بالمباراه وان شاء الله باذن الله جمهور الاهلي يفرح من خلال الفوز، كلنا نفرح نبقى مبسوطين. طيب رغم طبعا صعوبه المنافسه فريق الزمالك فريق قوي محترم. خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا على ان تواجد محمد عبد المنعم في مران الاهلي، او تواجد محمد عبد المنعم في مران الاهلي، وده فعلا حصل النهارده، ويمكن هو زي ما اتكلمت معاكم في تفصيل اصابه محمد عبد المنعم هي كدمه قويه جدا في الانف، يعني في نفس المكان اللي اجرى فيه الجراحه بعد مباراه السنغال الاولى في المرحله النهائيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اللي ما كناش موفقين في مجموع الماتشين، لكن في كل الاحوال محمد منعم هيبقى موجود مع الاهلي باذن الله تعالى في مباراه السوبر. ايه اللي بعد مباراه السوبر، هل هيعمل الجراحه ولا لا؟ لسه قرار ما اتخذش بشكل نهائي. ديانج حضر النهارده بس ما شاركش في التدريبات، وفي متابعه مستمره خلال الساعات المقبله لحالته لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تواجده في السوبر او لا. كوره بلس والاهلي ضد الزمالك، موقف محمد عبد المنعم من المشاركه في السوبر اعتقد خلاص وضحنا لكم الجزئيه بشكل تام. نروح كمان ليلا كوره، وهو ده الحديث دلوقتي المنتشر بخصوص اصابات الاهلي والزمالك، اصابات الاهلي، مصدر ليلا كوره قال هناك بدائل عديده لديانج امام الزمالك على راسها حمدي فتحي وعمرو السوليه وقفشه واكرم توفيق، بينما يتم السماح وربما يتم السماح للفريق بضم احمد نبيل كوكا من صفوف المنتخب، برضو اتكلمنا في كل التفاصيل دي. خلينا كمان نروح الوطن سبورت، وكل طبعا اصل غياب ديانج يا جماعه المحتمل هي دي يعني حدث في حد ذاته، لان ديانج احد ابرز اللاعبين في مصر وفي النادي الاهلي وفي افريقيا كمان بدون مبالغه، لكن الاهلي مؤكد عنده البدائل، الاهلي عنده البدائل اللي بنفس الكفاءه، لكن اكيد الناس كلها هتتكلم على هذا الغياب المحتمل حتى هذه اللحظه. خلينا يعني نتكلم بشكل دقيق جدا، الاهلي يسابق الزمن لتجهيزه ربما، كل شيء وارد. نروح كمان لسبورتس 360 احسنهم على تويتر، وعلي معلول مع مارسيل كولر، اربع مباريات ساهم في ثلاث اهداف، هدف واثنين اسيست، متالق علي معلول كالعاده، نتمنى له يا رب كل التوفيق، افضل ظهير ايسر في افريقيا بدون مبالغه برضو. كوره 11 واحسنهم على تويتر وبيتكلموا على جاهزيه أو جاهزياتكم مهمة في أي وقت، كولر يعطي الأمل لثلاثي نجوم الأهلي ويكشف عن سر استبعاده لهم في الفترة الأخيرة في مباريات المارد الأحمر. الناس دايما بتتكلم على المستبعدين، يا جماعة موضوع المستبعدين ده أمر وارد جدا، وهنا بيتكلموا بالتحديد على رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى سعد. مصطفى سعد كده كده مع المنتخب الأولمبي، فبالتالي ما كانش في حسابات قوي عشان كان معروف إن هو هيكون بعيد خلال التصفيات الحالية بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي. رامي ربيعة وياسر اتنين لعيبة كبار جدا، أكيد هيتم الاستعانة بيهم في الوقت المناسب اللي يشوفه المدير الفني، ومفيش أي مشكلة خالص. نروح لفاصل.